وفي هذه الظروف التي يعتقل فيها شبابنا ويبعد فيها رجالنا، يتسلل إلى المسجد الأقصى المبارك من يقول أنه داعي إلى الله، يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك ونحن نحرم من الدخول إليه، يدخل من باب لا يدخل منه إلا المستوطنون والشرطة الإسرائيلية. فيا كل هؤلاء لا تطعنونا في ظهرنا، لا تطعنونا في ظهرنا، الأقصى لنا ونحن أدرى وأعلم بما يصلحه، نحن أدرى وأعلم بما يصلحنا. نحن مع موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئة علماء فلسطين، نحن على هذا الموقف ثابتون. أيها الأحبة، أيها الإخوة، وهنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك كلمة وفاء لعالمين جليلين وأسدين هصورين من العرين الفلسطيني، طالما سمع لهم زئير على منبر المسجد الأقصى المبارك. إنهما المرحومين الشيخ حامد البيتاوي رحمه الله والشيخ محمد فؤاد أبو زيد رحمة الله على هذين الأسدين من أسود فلسطين. وهنا في هذا الموقف لا يفوتنا أن نبعث برسالة حب لشيخنا شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، ونقول له يا شيخنا، إن الله الذي نصرك في لندن نصر قضيتك وأعلى شأنك، إن الله تبارك وتعالى جعل هذا النصر بشرى لانتصار قضيتك هنا في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس الشريف، وسيكون ذلك قريبا قريبا إن شاء الله. أما رسالتنا، رسالة هذه الجماهير إلى الأمة المسلمة، إلى أمتنا العربية، ها هو الأقصى يشتاق إليكم، ها هو الأقصى يحبكم، لتركعوا فيه وتسجدوا، لتهللوا وتكبروا، ها هو الأقصى يناديكم، فإلى متى تصمتون؟ إلى متى تتقاعسون؟ متى تتحركون أيتها الأمة العربية؟ إن ربيع العرب أيها الإخوة لن يكون كاملا ما لم تقطف ثمرته في المسجد الأقصى.